أحمد عبد الله العبد أبوه يسمى أبو نجم كان مجندا في الشرطة العسكرية. رضا شعار أستاذ في المعهد الصناعي كاتب تقارير. جمال سليمان نصاب كان في السجن وخرج منذ شهرين. فادي حسن جمعة بلطجي من الحي الشمالي في إدلب. عبد العزيز عطاء أسود بلطجي وكاتب تقارير. أحمد صالح أسود رابطة المدينة للشبيبة كاتب تقارير. خالد سطوف سائق تاكسي وبلطجي. بسام حامض مدير ثانوية الثورة وكاتب تقارير. رائد زيداني مكتب الفرسان شارع الجلاء منظم بلطجية وكاتب تقارير وأوقع الكثيرين حتى أبناء عمه الذين شاركوا في التظاهرات. أبو كرمو معمار مكتب عقاري وكاتب تقارير. محمد خالد عمر موظف بالمركز الثقافي. ابن عدنان الزير ابن السفير السابق حسب الاسم. حسن علوش الملقب بالمكر. خير الدين شيخ ثلث استاذ في المعهد الصناعي وكاتب تقارير. محمد مصطفى شاقوقة استاذ في المعهد الصناعي وكاتب تقارير. رضوان عبد الجواد استاذ لغة عربية الثانوية الصناعية كاتب تقارير. محمد غنوم بائع خضار. علي سيد عيسى بائع سجائر وأيضا كاتب تقارير. أحمد سري بلطجي وكاتب تقارير. رامز جميل بكور بلطجي ومخبر. شادي زيداني بلطجي ومخبر. أحمد واقتين بلطجي ومخبر. إسماعيل يازجي وإخوته بلطجية ومخبرون. بدر الزير بلطجي ومخبر. جمعة تتان بلطجي ومخبر. حسام الزير بلطجي ومخبر. حسام حتي بلطجي ومخبر. خالد تاج الدين بلطجي ومخبر. خالد محمد خالد عمر بلطجي ومخبر. رامز الهر بلطجي ومخبر. رشيد رمضان بلطجي ومخبر. سامر نعمة وإخوته بلطجية ومخبرون. صفوان رضوان بلطجي ومخبر. عبد الهر بلطجي ومخبر. عبد شعيب بلطجي ومخبر. عدنان أسود بلطجي ومخبر. عمر برهوم بلطجي ومخبر. غسان درويش بلطجي ومخبر. فيصل حميد بلطجي ومخبر. فيصل عز الدين بلطجي ومخبر. لطفي عبادي بلطجي ومخبر. محمد حتي بلطجي ومخبر. محمد زكزك بلطجي ومخبر. محمد واقتين بلطجي ومخبر. ياسر جعفر تاجر بناء محدث النعمة صاحب المحافظ القديم. محمد جميل عجائب ثانوية العروبة. محمد نجيب غنوم كما يقال جمع مالا لأنه مفتاح للأمن لأهالي المعتقلين قديما وحديثا. نوار حاج للطوف حلاق وكاتب تقارير وقد أوقع الكثيرين. مصطفى صباغ خطيب وإمام الجامع الكبير. غدير أو غدير طحان رابطة الشبيبة. غصوب جوهر رابطة الشبيبة. فؤاد شيخوني رابطة الشبيبة. بسام عبدو سمعة سيئة جدا وبلطجي ومخبر. خالد معاذ وإخوته سمعة سيئة جدا وبلطجية ومخبرون. رشاد مجني وإخوته سمعة سيئة جدا وبلطجية ومخبرون. فراس نصيف سمعة سيئة جدا وبلطجي ومخبر. حافظ السيد صاحب مدرسة الفرسان لتعليم قيادة السيارات. رولا الزير عضو في شعبة الحزب. مرشد توفيق سيد عيسى كاتب تقارير. سليم حاج للطوف بلطجي ومخبر. علي الزير محامي وبلطجي. نوار حمجو ومزرق بلطجي ومخبر. عامر بطل صاحب معرض مفروشات. عطى الزين عميل للأمن الجنائي. مازن السيد مغسل سيارات ومفتاح أي محافظ جديد. يوسف زيداني مكتب عقاري وكاتب تقارير. رياض عبدان مؤسسة ريما وكاتب تقارير.